بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. أولا وقبل كل شيء أتمنى لكم التوفيق في جميع المواد، إن شاء الله يا ربي تجيبوا كامل علامات ممتازة وإن شاء الله تكونوا في قائمة الناجحين. إذن بالتوفيق للجميع. اليوم جبت لكم في هذا الفيديو تصحيح موضوع بكالوريا 2023 شعبة علوم تجريبية. نبدأ بالموضوع الأول. طبعا حليت الموضوع الأول، انطباعي على الموضوع الأول كان سهلا جدا جدا، يعني في الاحتمالات ربما كان اللي عنده مشاكل كي يكون عنده صندوقين. من غير هذا التمرين تاع الاحتمالات اللي عليه 4 نقاط، صدقوني أن التمرينات الأخرى كانت سهلة، والدالة التمرين الرابع على الدالة وكانت أيضا سهلة جدا. أسئلة تاعها أسئلة غير صعبة جدا، فيه فقط سؤال الأخير التكملة بالتجزئة، ربما كان اللي عنده مشكل في هذا الدرس، ولكن صدقوني أن الموضوع كان في المستوى. إذا نبدأ لكم في التمرين الأول، قلت عليه 4 نقاط على الاحتمالات. كان الاختيار العشوائي يكون من أحد الصندوقين، يعني عندنا صندوقين U1 و U2. U1 يحتوي على 5 كريات تحمل الأرقام 1 1 1 1 2 3. الصندوق U2 يحمل 4 كريات تحمل الأرقام 1 1 2 2. يقول نختار كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينهما باللمس. إذا نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب منه كريتين في آن واحد. إذا هنا راح نستعمل التوفيق لأن يقول أنه في آن واحد. نعتبر الحوادث A B C. الحادثة A هي سحب كريتين تحملان رقمين فرديين. الحادثة B هي سحب كريتين تحملان رقمين زوجيان. أما الحادثة C هي سحب كريتين إحداهما رقما فرديا والأخرى تحمل رقما زوجيا. يقول السؤال الأول أنجز شجرة التي تنمذج هذه التجربة. طبعا الشجرة هي كالتالي، أولا عندنا احتمالين، أما السحب من الصندوق الأول أو السحب من الصندوق الثاني. ثم بعد ذلك كي نسحب من الصندوق، إذا سحبنا من الصندوق الأول كاين 3 حوادث، الحادثة A الحادثة B الحادثة C. إذا ممكن يجينا الكريتين تحملان رقما فرديا أو تحملان رقمان زوجيان أو إحدهما فردي والأخرى زوجي. هناك أيضا الاحتمال أنني أسحب من الصندوق 2، أيضا نفس الشيء، هناك 3 حوادث هي A B C نفس الشيء. قلت نستعمل التوفيق هنا فقط، احتمال حدوث أو احتمال السحب من الصندوق يولي واحد تساوي يعني 50% هي نصف، واحتمال السحب من الصندوق 2 هو أيضا نصف، المجموع يكون 1. طبعا كي نجمع دائما هكذا بالتوازي هكذا لازم نلقى المجموع يساوي 1. هنا باش نكمل هذه الشجرة لازم نحسب بيلي A، علما أنني سحبت من الصندوق اللي 1. إذا حسبنا بيلي A يعني احتمال الحصول على كريتين تحملان رقمان فرديا، علما أنني سحبت من الصندوق يولي 1. إذا هو C2 4 على C2 5. إذا درت لكم كامل العمليات، طبعا هنا استعملت لكم القانون ولكن في الحق هي باستعمال الآلة الحاسبة راح يكون أبسط وأسرع. إذا راح تخرج لكم 6/10، بالاختزال تخرج لكم 3/5. طبعا باش نكمل الشجرة تاعي لازم نحسب أيضا احتمال الحصول على رقمين زوجيين يعني بيلي بي، علما أنني جبت من الصندوق يولي 1. هنا راح يكون 0، لماذا؟ لأن الصندوق يولي 1 ليس له كريتين تحملان رقمين زوجيين، عندنا 1 1 2. ثم بعد ذلك نحسب بيلي سي اللي هي احتمال الحصول على كريتين إحداهما تحمل رقما فرديا والأخرى زوجيا، علما أنني راني نسحب دائما من الصندوق إلي 1. إذا احتمال تاعو راح تلقاوه 4/10 بالاختزال 2/5. ثم بعد ذلك احتمال الحصول على رقمين فرديين، الآن السحب يكون من صندوق إلي 2،
راح نلقاوه 1/6. نفس الشيء نحسب ايضا بي لي بي، يعني احتمال يعني السحب هنا راح يكون من الصندوق 2، والحادثة بي هي الحصول على كريتين تحملان رقمين زوجيين، راح تلقاوها 1/6. وبذلك نكمل شجرة الاحتمالات. طبعا نكتبها في شجرة الاحتمالات تاعي، 3/5، هنا عندي 0 وهنا عندي 2/5. ما تنسوش فقط المجموع لازم يكون 1. هنا كنت جمع 3/5 زائد 2/5 تخرج لكم 5/5، وبالتالي تخرج لي 1. هنا نفس الشيء، خرجت لي هنا 1/6، 1/6، 4/6. كي نجمع المجموع يخرج لي أيضا 1. هذا بالنسبة للسؤال الأول. طبعا أتمنى فقط أنكم أجبتم كلكم الإجابات الصحيحة بالنسبة لدى الموضوع الأول. السؤال الثاني يطلب منكم البيان أن بيلي A يساوي 23/60 وبيلي B يساوي 1/12. طبعا اللي دار شجرة الاحتمالات يعني صحيحة راه يسهل لكم الأمر. إذا بيلي A راح يساوي، نجي لشجرة الاحتمالات ونشرح لكم، شوفوا معايا. إذا باش نحسب بيلي A راح نأخذ هذا المسلك، يعني نأخذ كريتين من الصندوق الأول. إذا هذا المسلك راح يمد لي بيلي U في 1 في بيلي A، يعني يكون السحب من الصندوق الأول، يعني نضرب نصف في 3/5. أو الاحتمال الثاني أن يكون السحب من الصندوق الثاني، وبالتالي راح ندي هذا المسلك اللي هو هذا المسلك، يعني نضرب بيلي U لاثنين، احتمال على السحب من الصندوق الثاني اللي هو نصف في 1/6، يعني نأخذ هذا المسلك مع هذا المسلك. طبعا في أو في الاحتمالات يعني زائد، ونجمع الاحتمالين مع بعض. واش تخرج لكم النتيجة؟ بيلي A تساوي احتمال السحب من الصندوق U لواحد في احتمال الحادثة A، علما أننا سحبت من صندوق U لواحد، زائد قلت أو نعبره بزائد في الاحتمالات، احتمال السحب من الصندوق 2 بيلي U لاثنين في بيلي A، علما أننا سحبت من الصندوق U 2. طبعا أعوض، نبسط، نختصر، راح نلقاو بتوحيد المقامات في الأخير راح تلقاو 23/60. ثم بعد ذلك نفس الشيء بالنسبة لبيلي بي، احتمال الحصول على كريتين تحملان الرقمين زوجيا. نجي لشجرة الاحتمال راح ندير نفس الشيء، شوفوا معايا. إذا اعتمادا على شجرة الاحتمالات، بيلي بي تاعي راح نأخذ هذا المسلك، شوفوا معايا هكذا، هذا هو المسلك الأول. إذا راح نضرب 1/2 في 0، هنا ما عنديش رقمين زوجيين، أو يعني زائد هذا الطريق بيلي U لاثنين، هنا يعني نصف في 1/6، يعني نأخذ هذا المسلك. إذا كي نجمعهم راح نلقاو بالضبط 1/12، شوفوا معايا. إذا نصف في 0 زائد نصف في 1/6 ويساوي 1/12. ثم طلب منكم حساب بيلي سي، شوفوا معايا. راح نحسب بيلي سي بنفس الطريقة ونستعمل شجرة الاحتمالات تاعي. راح يخرج لي بيلي أولي واحد، احتمال السحب من الصندوق الأول أولي واحد في بيلي سي، اعتمادا أننا سحبنا من أولي واحد، زائد بيلي أولي اثنين في بيلي سي، علما أننا سحبنا من الصندوق أولي اثنين. كي نحن نعوض لأننا حسبناهم من قبل، راح تخرج لي النصف في 2/5 زائد نصف في 4/6، تخرج لكم 1/5 زائد 1/3 بعد التبسيط. إذا نوحد المقامات تخرج لي 8/15. إذا حبيت نديرو كامل على 60، راح نضرب هنا 15 في 4، و 8 في 4 تخرج لكم 32/60. السؤال الثاني يقول نفرغ محتوى الصندوقين أولي واحد وأولي اثنين في صندوق جديد أولي ثلاثة، يعني ندير الكريات تاع أولي واحد وكريات أولي اثنين في صندوق جديد أولي ثلاثة، ثم نسحب منه عشوائيا كريتين في أن واحد. هنا أيضا نستعمل التوفيقة. يقول إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جداء الرقمين، كل ما نجبد كريتين راح ندير جداء الرقمين المسجلين عليهما. يقول برر أن مجموعة القيم المتغير العشوائي إكس هي 1 2 3 4 6. كيف أبرر ذلك؟ شوفوا معايا، عندنا عدد كريات صندوق أولي ثلاثة تساوي مجموع عدد الكريات صندوق أولي واحد زائد عدد الكريات صندوق أولي اثنين.
تحصل على يولي ثلاثة. صندوق يو ثلاثة يحتوي على الكريات، يعني 9 كريات، المجموع 9 كريات. ثم بعد ذلك إذا كلما نسحب، ما هي الاحتمالات الواردة؟ أوميغا تاعي إذا راح تكون يا إما تحصل على 1 1، هنا التكرار هنا ما نديرش التكرار لأنني عندنا في آن واحد. ثم ممكن احتمال ثاني أن أتحصل على وحدة وتحمل الرقم 1 والثانية تحمل الرقم 2. الاحتمال الثالث ممكن تحصل على واحدة عندها 1 والثانية تحمل الرقم 3. ثم بعد ذلك ممكن تكون كرية تحمل 2 والثانية تحمل 2. حذاري، راني في آن واحد وما نديرش التكرار. ثم آخر احتمال أن تكون كرية الأولى 2 أو الثانية، يعني الترتيب غير مهم، وتكون الثانية تحمل رقم 3. إذا واش راح ندير؟ راح ندير جداء كل سحب ندير جداء الرقمين. إذا 1 في 1 تخرج لي 1، إذا قيمة لي إكس الأولى هي 1. ثم بعد ذلك ندير 1 في 2 تساوي 2، القيمة الثانية لي إكس هي 2. ثم 1 في 3 3، القيمة الثالثة لي إكس هي 3. ثم 2 في 2 تخرج لي إكس تاعي يساوي 4. ثم أخيرا 2 في 3 تساوي 6، القيمة الأخيرة لي إكس هي 6. إذا قيم إكس هي 1 2 3 4 6. أتمنى فقط أنكم لقيتوا كامل الإجابة الصحيحة. ثم يقول عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي إكس. هنا نعرفوا دائما أن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي إكس هي إيجاد احتمال كل قيمة تاعها نجد الاحتمال تاعها. نلخص ذلك في جدول، راح نحسب في كل عدد، نكتب القيم 1 2 3 4 6، ثم نحسب في كل مرة بيلي إكس يساوي 1، بيلي إكس يساوي 2، بيلي إكس يساوي 3، بيلي إكس يساوي 4، ثم بيلي إكس يساوي 6 في كل مرة. الآن عرفت لكم ما معنى بيلي إكس يساوي 1، هو احتمال حصول على كريتين تحملان الرقم 1. إذا نستعمل التوفيقة، راح نأخذ كريتين من 5 كريات. لماذا؟ لأنني عندي 5 كريات تحمل الرقم 1 على الحالات الممكنة، هي 2 من المجموع الكلي للكريات اللي هو 9. راح يخرج لكم 10 على 36، ثم نكتبه في جدول. في كل مرة ندير نفس الخطوات. بيلي إكس يساوي 2، هو عرفته أولا هو احتمال الحصول على كرية تحمل العدد أو الرقم 1، والكرية الثانية تحمل الرقم 2. إذا بيلي إكس يساوي 2 ماذا تساوي؟ أولا 1 من 5 لأنني عندي 5 كريات تحمل الرقم 1. جداء أو ضرب، لماذا ضرب؟ قلنا دائما و يترجم في الاحتمالات بعملية ضرب، في 1 كرية من 3 كريات تحمل الرقم 2 على الحالات الممكنة اللي هي 2 من 9 دائما تبقى نفسها. يخرج لكم 15 على 36. بنفس الطريقة نحسب بيلي إكس يساوي 3 اللي هو احتمال الحصول على كرية تحمل رقم 1 وكرية تحمل رقم 3. نفس الشيء هتلقوها 5 على 36. ثم بعد ذلك بيلي إكس يساوي 4، هو احتمال الحصول على كريتين تحملان رقم 2. هنا بيلي إكس يساوي 4، راح نأخذ 2 من 3 كريات تحمل الرقم 3 على الحالات الممكنة اللي هي 2 على 9، تخرج لكم 3 على 36. في كل مرة نكتبها في الجدول التالي. ثم بعد ذلك بيلي إكس يساوي 6، هو احتمال الحصول على كرية تحمل رقم 2 وكرية تحمل رقم 3. هنا بيلي إكس يساوي 6، إذا نأخذ 1 من 3، هنا عندي 3 كريات تحمل رقم 2 نترجمها بعملية ضرب 1 من 1، لأني عندي كرية واحدة فقط تحمل رقم 3 على عدد الحالات الممكنة، إذا تخرج لي 3 على 36. أخيرا فقط ملاحظة، دائما كي نكمل الجدول نتحقق فقط أن مجموع بيلي إكس يساوي إكس إي، هذه يعني نجمعهم لازم نلقاو يساوي 1. بالفعل كي نجمع جميع هذه الكسور راح نلقاوها بالضبط 36 على 36 وتساوي 1، فقط تحقق بأن العملية تاعي صحيحة. آخر سؤال في هذا التمرين اللي هو على 4 نقاط، يقول احسب الأمل الرياضياتي. الأمل الرياضياتي هي عملية حسابية فقط، عندي EX، الأمل الرياضياتي اللي نرمز له EX يساوي مجموع XE في P لX يساوي XE. في كل مرة نجمع القيم هذه 1 في 10 على 36 زائد 2
في 15 على 36 زائد 3 في 5 على 36 زائد 4 في 3 على 36 زائد 6 في 3 على 36. طبعا بالاختصار والجمع وتوحيد المقام، يعني هنا المقام موحد خليته كامل على 36، راح يخرج لكم القيمة المضبوطة هي 85 على 36، وبالآلة الحاسبة بالتقريب يخرج لكم 2.36. إلى هنا أتيت إلى نهاية هذا التمرين، اللي أتمنى فقط أنكم أجبتم كلكم الإجابة الصحيحة، أنكم خديتوا 4 نقاط كاملة. بالتوفيق للجميع، ما تفشلوش، ما إذا ما لقيتوش الإجابات الصحيحة هناك تمرينات أخرى سهلة إن شاء الله تجيبوا كامل علامات جيدة. إلى الملتقى إن شاء الله، إلى الملتقى مع متابعة التصحيح. تمنياتي لكم بالتوفيق للمواد الأخرى. سلام الله عليكم.